اخبار اليوم. انا مش عارف، قلت لها يا باشمهندس هنعمل مشاكل. إن الناس محترمة جدا والله وقايمين بالوالد. كل التحليلات اللي قد يحتاجها المريض موجودة. لا هي في حاجة معينة، التحليل النادر اللي ما بحللوش على كل شهر بتاخد الكتس بوز بتعاقد عليه بره. اه. هو بيكلف كتير. نعمل من المناطق تمام. 8 مراكز بيصبوا عندنا. المراكز الثانية من المحلة ومن طنطا ومن زفتة. يعني بيجي لك من الممرة. ده معمل ده بيطلع تحليل إلى زفتة كل زي المناطق. استاذ محافظ، مر تمام.